مكملين مع حضراتكم. وخلينا نروح للبريد المصري، هيئة البريد المصري. الحقيقة هيئة البريد المصري خلال الفترة اللي فاتت تشهد طفرة كبيرة جدا. هيئة البريد المصري الحقيقة أعلنت أنه هيكون في من خلال عمل أكشاك بريدية عدد من مكاتب البريد وسيارات البريد المتنقلة على مستوى الجمهورية هتكون موجودة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وده بكل تأكيد للتسهيل على المواطنين. كانت محافظة الغربية هي أول محافظة بيتم فيها تطبيق هذا القرار. معانا دلوقتي على التليفون الأستاذ عبده علوان نائب رئيس البريد المصري لشؤون المناطق البريدية عشان نتعرف منه أكثر على تفاصيل هذه الخطة. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح النور على سيادتك أستاذ جمانة والأستاذ أحمد، وصباح الخير على مصر وعلى شعب مصر بالكامل يا فندم. اهلا بيك يا فندم. طيب استاذ عبده، احنا بنتكلم انه محافظه الغربيه هي اول محافظه بيتم فيها تطبيق هذا القرار. اولا خليني اعرف من حضرتك يا فندم دوافع وجود سيارات يومي الجمعه والسبت، يعني احنا شغالين طول الاسبوع، ايه الدافع انه يكون في حتى في ايام الاجازات انه يكون في عربيات موجوده تابعه لهيئه البريد المصري عشان تقدر تقدم خدمات للمواطنين؟ بالفعل يا فندم، ما حضرتك عارفه ان البريد المصري اصبح البواده الرئيسيه لاداء الخدمات الحكوميه والخدمات الماليه والبريديه الموجوده في الوطن بالكامل. البريد المصري بياخد بعض الاجراءات والتدابير الاحترازيه لعدم تفشي الفيروس كورونا والتحورات بتاعته. من ضمن هذه التدابير التيسير على ارباب العملاء وامتداد ساعات العمل لساعات اكبر وفتح المنافذ البريديه واستخدام التحول الرقمي والتطور اللي وصلت ليه الهيئه القوميه للبريد في المرحله في الفتره الاخيره، ان هو بدا ان هو يقدم خدماته البريديه والماليه والخدمات الحكوميه في ايام العطلات الرسميه والايام الجمعه والسبت. وكان من ضمن القرارات اللي احنا خدناها مبدئيا ان احنا شغلنا 340 مكتب بريد يوم السبت على انحاء الجمهوريه. وبدأنا ان احنا عندنا غرفة تحكم مركزية بتشوف النقاط التجمعات والتزاحم، ندفع بالسيارات البريد المتنقل مجهزة بماكينات الاي تي ام، مجهزة بكافة وسائل التعامل والخدمات المقدمة، ان احنا نخف الضغط على الوحدات البريدية اللي فيها ضغط. بالاضافة ان احنا استحدثنا اليات جديدة للمنافذ البريدية زي الاكشاك البريدية اللي بتبقى موجودة في التجمعات واللي موجودة في الاماكن والميادين اللي بتخلي المواطن يلاقي الخدمات البريدية والمالية متواجدة قدامه في اي مكان، على محطات المترو، على موجودة في الميادين العامة موجودة. وكان يوم الجمعة كنا بنشغل مكاتب بريدية في بعض النقاط النوادي والتجمعات اللي بيبقى فيها جمهور، انما الغربية بدأنا ان احنا نبدأ فيها ان احنا شغلنا في بعض المكاتب المحافظة الغربية. ولقيت قبول جيد جدا جدا من الجمهور، ولا سيما ان احد المكاتب ديت بيقع على نقاط تلاقي كبيرة جدا على محطة القطار في مركز العاصمة محافظة الغربية وهي طنطا. نعم استاذ عبده، يمكن زي ما قالت جمانة في المقدمه ان مكتب البريد هيقدم الخدمات دي في يومي الجمعه والسبت، هل ده هيكون الاسبوع المقبل فقط ولا على مدار يعني اسابيع السنه بشكل عام، وايه نوعيه الخدمات اللي هتقدم؟ القرار يا فندم هيمتد على مدار العام ان شاء الله. وزملائنا في الهيئه القوميه للبريد بصراحه بيأدوا اداء متميز جدا وبنلاقي قبول منهم للعمل، وفي تطور ملحوظ كمان. احنا استفدنا بالتطور اللي شاهدناه في عهد الدكتور شريف فاروق في واستغلينا في الخدمات اللي احنا حصل فيها تحول رقمي كبير. توسعنا في ماكينات الصراف الالي ووصلنا ل 1756 ماكينه صراف الي. بكل التطورات في التحول الرقمي دوت ادى ان احنا عندنا شهيه كبيره جدا ومفتوحه جدا لتيسير على العملاء والتواجد في على مدار الاسبوع بالكامل. نعم الاستاذ عبده علوان نائب يعني رئيس هيئه البريد، بنشكر حضرتك يا فندم على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر.